إن شاء الله راح نتكلم عن هذا الدرس، عن بعض الأمور المهمة. نطرح سؤال بشكل عام في موضوع أسنان كبار السن. ما هي المسائل المتعلقة بطب الأسنان التي يجب على كبار السن أن يكونوا على دراية بها؟ قد يواجه كبار السن مشاكل صحية معينة تخص صحة فمهم وأسنانهم، حتى لو كانوا يعني ينظفون أسنانهم يعني بانتظام باستخدام فرشات وخيط الأسنان. أيضا من أسباب التعرض لبعض المشكلات الصحية التي قد يعني تعاني منها أسنان ولثة كبار السن استخدام أطقم الأسنان الصناعية، وأيضا تناول بعض الأدوية، وأيضا تعرضهم بشكل دائم للأمراض التي قد يعني تصيب كبار السن. وأيضا لحسن الحظ يستطيع يعني طبيب الأسنان أن يساعد مثلا مريضة على مواجهة المشكلات الصحية والتقلب عليها بنجاح باستخدام بعض الوسائل المتطورة والحديثة التي تم يعني اكتشافها في الفترة السابقة. وأيضا في بعض العقاقير ممكن تخفف الآلام لدى كبار السن، وأيضا لا ينصح باستخدام العقاقير إلا تحت استشارة طبية من قبل الطبيب المختص في المجال. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.